بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنعرض لحضراتكم طريقة رش الجير المطفي على ارضيات البلاستيك. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده، العامل او المسؤول عن التربية بيروح جاي بالجير المطفي زي ما حضراتكم شايفين. تمام، وفي بداية فترة التربية بروح رش زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، طيب بعد كده فترة التربية بروح مخلي ايدي على مستوى واطي، مستوى منخفض. تمام، وبروح طبعا ايه زي ما حضراتكم شايفين بنزل بقماشة او برجلي او ايا كان، بنزل بيها الجير المطفي تحت. تمام، ده مهم جدا معايا علشان يحفظ لي من درجة رطوبة المكان، وان الرطوبة ما تأثرش بشكل سلبي على السبلة اللي بتكون نازلة تحت. تمام، ده كده فيديو سريع حبينا نعرض لحضراتكم عشان خاطر تبقى الامور واضحة لطريقة التربية على الأرضية البلاستيك. عباد الرحمن لمستلزمات المزارع.